أساسنا. أعادت الشركة السورية للاتصالات مركز هاتف بلدة الهامة إلى الخدمة بعد إصلاح الأضرار التي لحقت به جراء الإرهاب وأدت إلى انقطاع دام أكثر من 8 سنوات. أهلنا بالهامة راح يكون عندهم 5000 رقم هاتفي وعندنا 1200 بوابة قابلة للتوسع لل 2800. كابلات عندي، كابلات اللي طبعا في معظمها مسروق بس رجعنا عدنا تأهيلة. في عندنا كابل الشامي جاهز، بنوجه أهلنا بالهامة يروحوا يراجعوا مقسم قدسية مشان نعيد الاشتراك لهنا فنيا. رح نعمل في هذا المقسم مركز لخدمة المواطن قريبا جدا، وهذا يؤمن الراحة لأهلنا في مدينة الهامة وجبل الورد وأيضا البلدان المحيطة أيضا بهذه المنطقة. تخطينا أغلب الصعوبات وأغلب المشاكل اللي كانت عندنا من تعبيد الطريق ومن موضوع الصرف الصحي اللي كان بجوار الهاتف، وهلأ الحمد لله منبارك لأهلنا، منبارك لأهلنا بالهامة بافتتاح المخزن وبإعادة تشغيله أو تشغيله من جديد، يعني إعادة تشغيله. تأثير كبير يعني بتخدم المنطقة من جميع الاتجاهات، أولا بوابات اتصالات، وخاصة المنطقة فيها كتير خدمات، هلأ فيها أبنية عمارية يعني كتير جيدة، فهذا بيخدمها بشكل جيد.